السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. الحقيقة أن تطورات الأوضاع على مسار أزمة روسيا وأوكرانيا وعلى المسار الدولي متصاعدة جدا. في تطورات حصلت خلال الساعات القليلة الماضية بشكل لافت للنظر، حاجات يعني ورا بعضيها ما قدرناش نحصرها لحضراتكم في حلقة واحدة، فقررنا إن احنا نقسمها على مجموعة حلقات بحيث كل حلقة تناقش جزئية شكل. ومعروف إن قناة مصر على المسار الإعلامي سواء إذا كان على السوشيال ميديا أو المسار الدولي ليها اهتمام وبعد بشكل كبير جدا أساسا لأزمة روسيا وأوكرانيا. بداية، اللافت للنظر في الأزمة دي التصريحات اللي كان أطلقها رجب طيب أردوغان رئيس تركيا. الراجل ده احنا اتفقنا مع بعضينا ان لا يؤتمن جانبه، بيشتغل مش لحساب تركيا. لو كان بيشتغل لحساب تركيا فتعظيم سلام، ده راجل بيهتم بدولته، لكن هو لا يهمه الا مصلحته الشخصية جدا. يعني هو لو بيهمه مصلحة تركيا كان اشتغل على مسارات محددة ونجح في ان هو يدير السياسة الخارجية بتاعته بشكل ذكي للغاية، لكنه متخبط جدا. شخص على الرغم من ان هو نجح في ان هو يعمل علاقات مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا في اعقاب ازمة روسيا واوكرانيا، الا ان روسيا ما بتأمنش له، زي ما الاتحاد الاوروبي بالظبط ما بيأمنش له، وبرضه كذلك زي الولايات المتحده الامريكيه اساسا ما بتامنش له، على الرغم من ان هو عضو بارز جدا اساسا في حلف شمال الاطلسي. وعلى الرغم من ان هو بدا يشتغل في اعقاب هذه الازمه لصالح فلاديمير بوتين، الا ان هو كان في التو واللحظه بيدعم اوكرانيا بمسيرات البراء ضرب بتاعته المشهوره. شوفوا التصريحات بتاعته، التصريحات بتاعته خلال الساعات القليله الماضيه كشفت عن ان الراجل قرر ان هو يحارب في صف الجيش الروسي. طبعا المقصود بالمعنى المعنى غير المباشر او المعنى المعنوي او التعبير المجازي، ان هو فعلا اصبح بيحارب في قلب صفوف الجيش الروسي في مواجهة خصوم الدولة الروسية. بالاضافة الى على مسار اوكرانيا، فوجئنا بأن في صرخات من جوه أوكرانيا بتستغيث الحقونا، ده فلاديمير بوتين بيخطط إن هو يطول أمد الحرب. مش كده وبس، ده احنا فوجئنا بأن في تصريحات لفلاديمير زيلانسكي رئيس أوكرانيا بأن هو بيحاول يبحث له عن أي منقذ بعد ما الاتحاد الأوروبي تخلى عنه. فبمجرد رئيسة الوزراء الجديدة اللي هي ليز تراس تولت رئاسة الحكومة البريطانية بدأ يجري وراها ويستغيث، لأن خلاص أوروبا ما عادش فيها رجاء. طبعا التطورات كتيرة جدا، خلونا مع حضراتكم نشوف مانشيتات بشكل سريع للغاية حوالين آخر التطورات. رجب طيب أردوغان: سياسات الغرب الاستفزازية تجاه روسيا ليست صائبة. شفت الراجل، يعني راجل حقاني أوي يا خال. قائد الجيش الأوكراني يعلن: كل الأسباب تدعو للاعتقاد بأن الحرب لن تنتهي هذا العام. فلاديمير زيلانسكي يعلن: ناقشت مع ليز تروس تكثيف الضغوط على روسيا، ده باعتبار أن بريطانيا بتأتمر بأوامره. ميدفيديف اللي هو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي معلقا على تعيين ليز تروس اللي هي رئيسة الحكومة البريطانية: ستفشل مثل سلفها بوريسكا الأشعث. هو مسمي بوريس جونسون بوريسكا الأشعث. فوكس نيوز تعلن: جو بايدن يحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا جديدة. ديت المانشيتات بشكل سريع للغاية اللي نشرت خلال الساعات القليلة الماضية. تعالوا بينا حضراتكم نشوف التفاصيل ونمزمز فيها بشكل سريع للغاية. رجب طيب أردوغان قال: أنا لا أعتقد أن سياسة الغرب الاستفزازية
تجاه روسيا صائبة. بيقول على سياسة القوى الغربية اللي هو جزء منها ضد روسيا بمثابة سياسة استفزازية، وقال دي السياسة أساسا كلها غلط في غلط، والكلام ده ما ينفعش يا جماعة. رجب طيب أردوغان هو اللي بيقول كده. طبعا حضراتكم في غنى عن ان احنا نكرر الكلمات السابقة او المعلومات السابقة بخصوص المباحثات التي أجريت ما بين فلاديمير بوتين رئيس روسيا وما بين رجب طيب أردوغان خلال الفترة اللي فاتت، والمباحثات كانت فوق الأراضي الإيرانية. عاوز أقول لحضراتكم أن رجب طيب أردوغان شخص مش موثوق فيه، والكلام ده معروف مش لدى أوروبا فقط، لغير معروف أيضا لدى فلاديمير بوتين، وفلاديمير بوتين رجل مخابراتي بشكل غير عادي، وبالتالي هو بيتعامل مع رجب طيب أردوغان بحسابات. رجب طيب أردوغان أشار في التصريحات بتاعته طبعا للاجتماع اللي كان عقده الاتحاد الأوروبي بخصوص تحديد سقف لسعر الغاز الروسي، عقدوا اجتماع قرروا احنا هنشتري من روسيا بسعر محدد، احنا اللي هنحدده مش روسيا هي اللي تحدده وفقا للوضع العالمي. طبعا ده في منتهى الغباء، لان الاجتماع ده يعني مش ينوم عن غباء الناس ديت، ينوم عن ان الناس ديت اساسا تقريبا مش عارفة الف باء الاقتصاد. انت دلوقتي سعادتك هتحدد بناء على اي اساس؟ رقم واحد، روسيا هي صاحبة المبادرة وصاحبة اللعبة كلها على بعضها، وهي التي تحدد. رقم اثنين، افترض جدلا انك انت حددت اساسا سقف لسعر الغاز الروسي اقل من السعر العالمي، طب ازاي روسيا هتضخ الغاز بتاعها لاطراف اخرى؟ رقم ثلاثة، روسيا مش هتصدر لك في كل الاحوال، وهو ده اللي قاله فلاديمير بوتين، اي حد يقل ادبه هيتنطط، مش هنصدر له النفط ولا الغاز بتاعنا. فطبعا رجب طيب اردوغان انجعص، طلع جري، بدأ يدافع في الصفوف بتاعت فلاديمير بوتين. يا جماعة القرارات اللي انتوا اخدتوها ديت قرارات غبية جدا وما تنفعش، وقرارات ليست صائبة. هو وجهة نظر رجب طيب أردوغان مظبوطة، لكن ديت لو جت من اي حد تاني غير رجب طيب أردوغان كانت هتبقى مبلوعة، لكن من رجب طيب أردوغان راجل بيلعب على كل الحبال والكل عارف كده، وليس أدل على ذلك من أن الاتحاد الأوروبي أساسا مش واثق فيه، ولذلك رغم أنه هو بيلعق جزم قيادات أوروبا من سنوات طويلة في سبيل أنه هو ينضم للاتحاد الأوروبي وعامل خدمات كتيرة جدا لأوروبا، أو رغم ذلك أوروبا رفض أنه هو يكون جزء منها، لأنهم عارفين كويس جدا أن الراجل ده ما بيدخلش مكان إلا ما بيخربه ويدمره. ده كانت أبرز حاجة النهاردة. تعالوا بقى شوفوا حضراتكم تصريح تاني. القائد الأعلى للجيش الأوكراني ماليري زالوجني قال في تصريحاته أن كل الحيثيات والتوجهات في حرب روسيا وأوكرانيا بتقول أن الحرب مع روسيا مش هتنتهي هذا العام. عن طريق من حضرتك؟ روسيا. روسيا هي اللي بتطول أمد الحرب، لأن في إطالة أمد الحرب صالح روسيا، انتصار روسيا وهزيمة الاتحاد الأوروبي، يعني مش في صالح أوكرانيا، يعني مش في صالح التوجهات اللي بعض المحللين كانوا بيقولوا عليها أن روسيا دخلت في المستنقع الأوكراني وأوروبا هي اللي بتحاول تطول أمد الحرب. لا يا جماعة، العكس هو الصحيح، وليس أدل على ذلك من تصريحات فلاديمير زيلينسكي اللي حضراتكم شفتم صورة منها، اللي بيقول واعترف فيها بعظمة لسانه في تغريدة له على تويتر، قال أنا ناقشت مع رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تروس تكثيف الضغوط على روسيا لوقف الحرب. يعني إذن الكل بيجري في اتجاه وقف الحرب، روسيا رافضة. ليه؟ من صالح روسيا. ما هي دي ترتيب الأوراق بشكل كويس جدا قبل بدء الحرب اللي احنا قلنا عليها. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف علق على، طبعا هو كان فلاديمير زيلينسكي معلق أمال كبيرة جدا على ليز تروس اللي هي رئيسة الوزراء البريطانية اللي جت مكان بوريس جونسون. حضراتكم عارفين كويس جدا ان بوريس جونسون اساسا تم الإطاحة بيه
من رئاسة الحكومة البريطانية بسبب ممارساته واهتمامه بأوكرانيا وتطنيشه للوضع جوه بريطانيا. النتيجة العاصفة جت وشالته، زي ما بيحصل حاليا دلوقتي في ألمانيا وفي التشيك وفي عدد من الدول الأوروبية. وشفنا كمان مظاهرات اجتاحت لندن، وحاليا في تجهيزات غير عادية أساسا لمظاهرات هتتنظم خلال الأيام اللي جاية بسبب سوء وتدهور الأوضاع جوه بريطانيا بسبب موقف بريطانيا من روسيا وأوكرانيا. فالست ليز تروس جت فلاديمير زيلينسكي بيقول أنا ناقشت معها كل حاجة بحيث أن هي تضغط من أجل وقف حرب وعدوان روسيا. طيب هل يا ترى الست ده هتغير من الأمر شيء؟ مستحيل. ليه حضراتكم؟ هي أساسا متعلمة كويس جدا من رأس الذئب الطائر. بوريس جونسون تم الإطاحة بيه بسبب دعم الأوكرانيا. شوفوا مثلا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف علق على تعيين ليز تروس كرئيس الوزراء بريطانيا، قال إيه؟ توقع فشلها مثل بوريس جونسون، وقال إن ليز تروس مجرد روسيا فوبيا، يعني ناس عندها فوبيا من روسيا، روسيا فوبيا نووية وحرارية غير كفء وبسيطة، يعني ست فاشلة ضعيفة تفها، ما عندهاش أفكار أولية حوالين السياسة والتاريخ والجغرافيا، يعني مش عارفة قدرات وقوة وتاريخ وجغرافية روسيا، لكنها تريد هزيمة روسيا في كل شيء. هي عاوزة تهزم روسيا. طب ازاي؟ ما عندهاش تصور. طب بناء على اي اساس؟ انت مش واخده بالك من قدرات روسيا وتاريخ روسيا والجغرافيا بتاعت روسيا؟ لا، هي اهم حاجه هي عايزه تهزم روسيا وخلاص، لكن هي ما عندهاش تصورات. ثم هو بيقول سوف تتشاجر مع الجميع وتفشل في كل شيء. يعني التوقعات زي او اللي خد اخوك ياخدك، يعني بمعنى اللي خد بوريس جونسون هياخدها هي كمان، لأن هي جاية بناء على نتائج هزيمة بريطانيا في موقعة روسيا وأوكرانيا. شوفوا حضراتكم الإعلام الأمريكي أيضا في ذات الوقت الكلام ده كله النهاردة قال إن جو بايدن رئيس أمريكا بيحاول إن هو يبني ديكتاتورية في أمريكا على طريقة فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا. الإعلام الأمريكي بيقول إن رئيس أوكرانيا بيحظر وسائل الإعلام البديلة في البلاد، وهو نفس اللي بيعمله حاليا جو بايدن. جو بايدن بيحاول بقدر الإمكان إن هو يكتم على الحقائق اللي المفروض إن الشعب الأمريكي يعرفها، فبيحاول بقدر الإمكان إن هو يغير في هذه الحقائق زي ما فلاديمير زيلينسكي بيعمل في أوكرانيا، ومن ثم هو بيحاول يبني ديكتاتورية جديدة في التوجه ده. يعني الناس بدأت تحط أوكرانيا كنموذج قدام عينيها. فاكرين حضراتكم مع بداية أزمة روسيا وأوكرانيا لما الإعلام الأمريكي والإعلام الأوروبي كان بيشن حملة كبيرة جدا موجهة ضد فلاديمير بوتين، لما قال بالحرف الواحد إن بوتين عنده سرطان في المخ، السرطان ده أثر على القرارات بتاعته إلى درجة أن هو أصدر حزمة قرارات متخبطة كان من بينها اجتياح أوكرانيا، وإن خلاص الهزيمة أصبحت هي سيدة الموقف في قلب روسيا، وإن روسيا خلاص قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. قلنا لحضراتكم لحظتها الكلام ده إحنا شامين فيه ريحة قذرة جدا، ريحة حملات إعلامية موجهة. هو ده الإعلام بتاع جو بايدن، وهو ده الإعلام الأمريكي اللي بدأ يفضحه النهاردة بعد طبعا ما تكشفت كل الأوراق. التوترات كتيرة جدا، تصاعد الأحداث لصالح روسيا كتيرة جدا أكثر من أن تحصى، لكن احنا خصصنا ليها العديد من الحلقات. يا دكتور، التضخم الاقتصادي في أمريكا وأوروبا لا حل له إلا إرضاء بوتين وهزيمته، حلم فعلا اللي أخذ راح ياخده. الشعوب الأوروبية تقوم بالمظاهرات لدعم روسيا وتطالب الحكومة برفع العقوبات عن روسيا، ده اللي احنا خصصنا له حلقة أمس الأول. احنا نزال معانا العديد من الحلقات المهمة جدا اللي هنكشف فيها الستار عن جوانب أخرى بخصوص أزمة روسيا وأوكرانيا، خاصة الراجل الجميل ده فلاديمير بوتين رئيس روسيا وتصريحات
كانت له تصريحات خطيرة أيضا خلال الساعات القليلة الماضية. ابقوا معنا خلال الدقائق القليلة القادمة، اللي مش هيكون معنا هيخسر كتير جدا. أراكم على خير.